صباح الخير، صباح الورد والياسمين على كل مستمعات لالا مولاتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنى انكم تكونوا على خير ومرافقيننا دائما من خلال برنامج المرأة بامتياز لالا مولاتي، ومع فقرات متنوعة ان شاء الله وكلها افادة. غادي نبداوها كالعادة بشهوات لالا مولاتي. غادي تشارك معنا المستمعة الوفية جدا للبرنامج سكينة ام هبة، ونتعرفوا جميع على الشهوات اللي غادي توجد لنا. غادي نمشيو كذلك نتعرفوا على شكون المستمعة المحظوظة الفوز معنا في المسابقة اليومية. وما تنساوش على انه نهاية كل شهر طاقم ديال الذهب في انتظار السيدات اللي شاركوا معنا في المسابقة، ونتعرفوا كذلك على الفائزة اللي الوصفة ديالها اختارت انه تشارك معنا في البرنامج، وكذلك ضمة ديال الذهب في انتظاركم في نهاية كل شهر. فحاولوا انكم دائما تشاركوا معنا في المسابقة وتضعفوا الحظوظ ديالكم من خلال هاد الفقرات. غادي نعاودوا نذكروا بالقانون ديال المسابقة باش يكون عندكم حتى في عطلة نهاية الاسبوع انكم تواصلوا معنا وتشاركوا وتضعفوا الحظوظ ديالكم عبر الرقم ديال الواتساب اللي كنعطيو لكم دائما باش انكم تشاركوا فيه. وفي موعد ثابت ككل يوم خميس فقط حضر معنا الدكتورة صابرين الشيوي، طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري، أخصائية في التغذية وفي الحمية الصحية. غادي نكملوا موضوعنا اللي بديناه الأسبوع اللي قبل من هذا حول السمنة عند الأطفال، وغادي نزيدوا نركزوا على السمنة عند الأطفال، كيفاش نعاونوا وليداتنا على أنهم ينقصوا من الوزن ديالهم بطريقة صحيحة بطريقة صحية باش يتفادوا يعني كثير من الأمراض. وفي نفس الوقت غادي نركزوا على التغذية السليمة، على الفطور المثالي، الوجبة الغداء المثالية، وكذلك شنو ممكن نعطيو الوليدات العشاء، حويجات اللي هما في متناول جميع الامهات، وفي نفس الوقت اللي كيساعدوا الاطفال على النقصان من الوزن. يمكن لكم تواصلوا معنا ومع الدكتوره على 0522880066 61 62 ابتداء من 11 ل 12. دابا غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا لاولى فقرتنا. خليكم دائما اوفياء لالا مولاتي، ما تمشيو فين. كنجدو الترحاب والتحية الصباحية لكل مستمعينا الأوفياء، وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة في البرنامج. وغادي يمشيو مباشرة عند سارة أم هبة ونتعرفوا جميع على الاقتراحات اللي غادي تشارك بهم اليوم معنا في البرنامج. صباح الخير سكينة. صباح الخير سي سامر. لاباس عليك، كيصبحتي؟ الله يحفظك، بارك الله بارك الله فيك لالا ختك. مرحبا. مرحبا، بارك الله فيك لالا ختك. شكرا على الاستضافة، وكنستافدوا من الوصفة اللي كتحطي اخواتي كيجيو معك. تبارك الله عليهم، الله يعطيك الصحه وشكرا لك بزاف انت على المشاركه ديالك، واكيد ان شاء الله غادي نستافدوا منك. بارك الله فيك. ان شاء الله عندي اطباق، عندي اقتران ديال اللحم، ولا يمكن لكم ديروا لازان مع الخضره. اييه تقدر لكم وزيت في الصوره، وعندي ان شاء الله واحد ديسير بحال داك يوغور للكراميل. إيه. وعندي ان شاء الله هذا واحد طرطه، واحد عجينه زوينه كتجي، واحد تشيز كيك بالحامض. ولا بقى لي واحد الوقت نعطيكم ان شاء الله قطبان تسردي في الفران. واخا، على بركه الله ان شاء الله باش نربحوا الوقت. تفضلي. ان شاء الله. عندنا بالنسبه للقطبان، انا داك القطبان ديال اللحم خديتهم قطعتهم، كيجيو بهذه الطريقه رائعين بالنصيحه ديال واحد الاخت الله يجزاها بالخير. اييه. المهم شدينا قطبان قطعناهم ودرت فيهم ثلاثه دروز ديال الثومه مشكوكين، جوج ورقات ديال الرند اي سيدنا موسى. اييه. الكزبرة معدنوس مقطعين رقاق، جوج بصلات متوسطين مقطعين شنيت رقاق حتى هما، الزعتر محكوك إلا عندنا حتى الأزياء حتى هو نديروه. إييه. جوج معالق ديال صوص صوجة. زيت العود، نص عصير حامضة هو السر باش كيجيو رطبين وكيجيو فتيين فعلا. في الشيء ما يتشوش بزاف، يعني كيتصحبوا على العافية يعني بلا ما تجهد عليهم. بالنسبة للعطرية غادي ندير شوية البزار، كنجبير، كمون، حميره، الملح والقزبر يابس كنديروا الزيت هو الكمون، هما اللي كنديروا شويه الزيت وشويه الحميره. وبالنسبه للفرقاد على الاقل واحد ربع ساعات باش كنرقدوهم باش كيجي صافي. ديك الساعه كنشويهم كما قلت لك الطريقه، يعني ما تكونش يعني ما نحمرهمش باش كيبقاو فتيين، هذه الطريقه باش كيجيو طريين مع داك الحامض. اييه كيفتيهم. كيفتيهم رائعه رائعه، يمكن لكم ديروها في القطبان دار الدجاج ولا ديال الفخذ. بصح اييه اللي متوفر كل مره عش. انا رصقت مع كيما وضحت لك الصوره، رصقت مع طبق ديال الخضره. اييه. انا ما درتش الروز، خديت السامبير سلقته. اييه. سلقته يعني كتشلي شويه بالماء باش ما كيجيش معجن، واصلا كتسلقي بشويه الزيت باش يجي مفروك. اييه. سلقته، درت مع المايونيز اللي حطيت معكم ديك الخطره اللي بلا بيض. درت الطون، واحد نص حق ديال الطون. وداك الفلافل الخضراء حمراء صفراء اللي يمكن لك تشحرها شويه الزيت باش كدبر وكديريها معاه. وصافي زدت شويه الملح والزر وخلص. خلص ديك السانتير مع الفلافل مع الثوم مع المايونيز.
ايه شويه الملح والبزار حيت اصلا الفانتاج فيها شويه الملح. انا درسيته في المول اوفال كيما وضحت لك، مول هكا دايس هكا ديال اينوكس، درت المول ديال الكيك ولا ديال البوست، درت الوسط هكا قصيت فيه داك الرز ديالي، وخديت الدوائر ديال الخيار زينت بهم الشناب، وداك الخضر كيما واضح عندك في الصوره، درت هنا الخيار على حسب الخضره اللي بغيتو نتوما فعلا اللوبيا على حسب متوفر. وبالنسبه للجناب راني درت ديك القطبه اللي شويت فرشت الخس ودرتهم. تبارك الله، يعني طبق متكامل، يعطيك الصحه. على فكره بعد الصوص اللي كناكلو بها الخضره، حتى انا الخضره كنطلقها بلا ملح، كنشد المايونيز كنديرو مع شويه الحليب شويه الزيت شويه الخل، كنخلط الكل مع شويه الملح والبزار. المايونيز وشويه ديال المايونيز كتخفي بشويه الحليب، شويه الحليب زيد شويه الزيت وشويه الخل والملح والبزار، كيجي بحال الصوص هكا. هو اللي كناكلو بها ديك الخضره ديالنا، ماشي الفانتار راه فيه ديك الخضره اللي ديالنا في الجناب هي اللي كنقصفو. اييه ديك غير الاخر فيهم ديك البصله ديال الشحيره. اييه باش كتجي لذيذه ديك الخضره كتكل كامله. اييه صافي، هذه هي الطريقه، هذا هو الطبق الاول. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. بارك الله فيك، الله يخفيك. غادي ننتقلوا دابا للتشيز كيك ان شاء الله. اييه تفضلي. عندنا تشيز كيك كناخذوا اي بسكويت دون شوكولات، اي بسكويت اللي بغى يدير حتى ذاك البسكويت اللي بالشوكولا ماشي مشكل. انا كنخلي واحد شويه هرميشه فيه، اللي بغى يدير فيه شويه لوز مهرمش ولا كركاع كتجي واحد القرمشه يدير. انا درت غير البسكويت مع الزبده دايبه. كتاخذوا اطار ديال الاطار كتديروا داك الكيس بحال اللي تسدوا ماشي ساكن. كديروا في طبق التقديم ديريكت. درت هذاك البسكويت اللي خلصت مع الزبده دايبه، درتو فرشتو مزيان، فرشتو في هذاك المول ودخلتو الثلاجه تقاديتو مزيان، دخلتو الثلاجه. في هذا الوقت خديت الكريمه السائله، انا كنخدم الكريمه السائله حيت كامله الدسم كتجيبني انا، وديك الساعه اختي كل اللي يدير اللي متوفر عنده ولا الغبره اللي كتطلع بالحليب غيكون اختيار. طلعت الكريمه ديالي مزيان، زدت ليها السكر بلاصتي حسب الذوق. انا درت بديل الجبنه، اللي بغى يدير الجبن، انا ما درتش الجبن، انا كندير واحد البديل ديال الجبن، كندير ذاك اليوغو اللي فيه النكهه ديال اللي بدق الجبن مع جوج مربعات ديال الجبن، هادو كيعطيك المذاق ديال الجبن، الا ما كانش عندك كتعوضي بهاي هكا. اييه هنا طلعنا الكريمه، طلعنا السكر، درنا معاها، درت جوج يوغور بمذاق الجبن مع جوج مربعات ديال الجبن، خلطت هادشي كامل. في نفس الوقت كيدوب لي واحد 15 قطعه الشوكولات مربعه بيض، كدوب على حمام مريم، كنخليها حتى كتاخذ حراره المطبخ باش ما تسدش ليا الكريمه اللي طلعت. ملي كتاخذ حراره المطبخ كنخلطها مع داك يوغور والفرماج، كنخلطها معاهم مزيان مع داك الشوكولات باش كتجانس منها شويه يبرد داك الشوكولا، وكنضيفوا الكريمه اللي طلعنا، الكريمه اللي طلعناها بالسكر صافي. هاد الاول كنكب هذاك الكريمه فوق من ديك الطبقه ديال البسكويت اللي وجدنا في الاول اللي كانت في الثلاجه تبردات، كندخلها الثلاجه. ملي كندخل الثلاجه كناخذ واحد الكريمات الحامض بلا 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 بيض، كتجي زوينه. كناخذ واحد الفلون فاني، واحد كاس ديال الماء، نص عصير حامضه، معلقه نشا. اييه كنخلطوا هاد الفلون مع الكاس ديال الماء مع نص عصير الحامض مع معلقه نشا والسكر حتى الضوء، كنديرهم فوق النار على نار مهيله مع التحريك حتى كيبدا يتقال خالص. صافي كنحيدو ديك الساعه، كنحركوه ونخلي فيه ياخذ حراره المطبخ، ندير فيه كاع واحد طريف الزبده باش كيبقى طري ما يتحركش كريمي. صافي ديك الساعه انا زوقت به التشيز كيك ديالي اللي رسلت ليك، زوقتها بين الفوق وشات ليا شويه الكريمه، درتها من الحواف وزينت بنفس دوائر ديال الحامض على شكل مروحه، وبقى واحد الشيكات هكا ديال البسكويت درتهم الوسط. بالنسبه لهذوك اللي شناب زيغين، هذوك شات ليا البسكويت، شات ليا اي درتيهم في اللي فات اي طبق عادي، وصافي الكريمه اللي بقى زينت فوق مع موتيف ديال الشوكولاته. هذا هو التشيز كيك ديالنا. الله يعطيك الصحه، هذا التشيز كيك كيبغي الوليدات، ونتمنى ان المستمعات يعني يسجلوه لانه غادي يعجبهم بزاف. اقتصادي جاهز صح فعلا، مع ذاك الوجود الحامض الكريمه اللي درت فيها الجبن جات رائعه. أيه. صراحه، واللي عندها أيه. الجبن ديال الجبن. أيه. اي جبن اللي كتبغي دير، انا غير كنعوض يعني كاحتمال. لا بصح كبديل، اييه المهم خاص بديل اقتصادي. دابا ان شاء الله عندنا واحد الديسير ديال الكراميل اللي شبيه اليوغور بالكراميل. كناخذوا نص لتر حليب مع جوج معالق كبار ديال النشا او كريم بافي تيلي متوفر ماشي مشكل، بحال كيمشيو. اييه كنديرهم فوق النار من وصل التحريك. في نفس الوقت كناخذوا كاس ديال السكر كيدوب في واحد المقله تكون ثقيله على نار مهيله باش ينجح لنا الكراميل، ما خصناش نحركوه وما تكونش العافيه مجهده، حيت
حيت اذا كانت العافيه مجهده كيتحرق وكيخسر كاع الوضع كيجي مور. باش ينجح لنا الكراميل كنخليوه العافيه مهيله كنحركو غير باليد غير باليد، يعني كنهزو المقله ديالنا وكنحركو ما نحركوش بشي حاجه. صافي ملي كيذوب كيذوب على حقو طريقه هو هذاك، صافي ديك الساعه كنحركو وكنضيفو لذاك الخليط اللي بدا كيتقال اللي فيه الحليب والنشا. صافي كنضيف بشويه حيت الكراميل ملي كتضيفي شي حاجه وخا تكون سخونه ضروري عندك التفاعل. فعلا نحركو بشويه بشويه حتى كندخل فيه كاع داك الكراميل اللي دوبت مع ديك الكريمه اللي طلعت في الاول. صافي في هذا الوقت كناخد واحد ست قطع ديال الشوكولا كيعطي واحد المذاق زوين شوكولا بيض كنديرهم حتى الاخير كيدوب غير ديك الحاره ديال الكريمه اللي سخونه. ايه صافي في هذا الوقت كنديرها في زيغين ولا كنيساج في بنات لا عندي عندي مزيان باللي بغيت، يعني مزيان بشي بسكويت فوق بالكريمه بشي صوص كراميل مسيده في الدار اي حاجه ما كتسيها، المهم الديسير كيجي رائع صراحه الله زوين ووليدات كيحمقوا عليه وشي حاجه ديال الدار كنعرفوا واش نعطي لوليداتنا. فعلا اييه تبارك الله عليك سكينه الله يعطيك الصحه. بارك الله فيك اختي لاليخ فيك، شكرا لك سي سناء منكم تعلموا. بارك الله فيك تما الخير مرحبا نكملوا. عندي واحد عندي دابا التورطه هذه انا صراحه واحد الصديقه ديالي بغيت نشكرها من هذا المنبر خديجه هي اللي عطاتها ليا. اييه كنت ما كتنجحش ليا لاباط بريزي حيت قليل اللي كتعرف الطريقه ديالها. فعلا كتجيني قاصحه والمهم عمرها نجحت ليا. اييه بهذه الطريقه يعني 100% ناجحه. تبارك الله واخا. سهله كناخذوا واحد ثلاث المعالق ديال الزبده اي زبده اي زبده ممكن الزبده اللي كناكلو المهم الزبده اللي متوفر عندنا ثلاث المعالق ديال الزبده. ثلاثه المعالق ديال السكر. اييه الا كنا غنديروا الكريمه بنكهه الحامض يمكن نديروا قشور الحامض ما كانش كنكثفوه بصوشي الفاني. ايه واخا مع واحد البيضه وواحد صاشي خمير الحلوى. دابا عندنا ثلاث معالق الزبده مع ثلاث معالق السكر مع بيضه مع قشور الحامض اولا الفاني كذلك نكهه والخماره كنجمعوا هاد العناصر زيت الدقيق ما كنرملو ما حتى شي حاجه كنخلط الزبده مع السنيده وندير البيضه صافي كنجمع الخليط ديالي. ايه دا كيتجمع. صافي بالنسبه للفكره اللي ما كتخليش الطرطه تنفخ ولا تديفورما في الفران، انا ديك الساعه ما كنخليش العجينه ترجع كترتاح بالمول ديالهم في الفريكو. كناخذ العجين ديالي اللي عجنت دابا هاد اللي عندكم كنورقها بين بلاستيكه وبلاستيكه كنورقها السمكي راكم عارفين يعني مش كنش دقيقه كانت نديرها في المول تقطع كنورقها بين بلاستيكه وبلاستيكه فكنحط فوق منها داك المول ديال الطاغ ديالي كتبان لي شدات العبار ديال يعني قد هذيك التسريحه غير تقطع قياس واحد. في هذا الوقت كنحيد البلاستيكه الفوقانيه وكنهز بيدي هكا بعد ما نكون دهنت المول بالزبده وكنقلب ديك العجينه ديالي في هذاك المول ديال الطرطه اللي مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. حتى كنقاد حيت الميسكه كتساعدني كيمكن لي كيفاش نتحكم فيها حتى كنقادها في ذاك المول مزيان مع الحواف هي نقادها في المول ديالي. صافي ديك الساعه كنقطع جناب هكا غير بيدي كنورك عليهم دوك الحواف الا بقات شي حاجه في العجينه كنديرهم في الفرديين الصغار. الفكره اللي قلت لك سي سناء ان انا كنشدو هاد العجينه كنثقبوها مزيان ضروري من تحت ومن جناب كنديرها في المجمد في الفريكو. علاش؟ باش ما ملي كنديرها في الفران ما كديفورماش كنديرها واحد كتاخذ واحد كتولي تنسيها كتبان لك قاطعه صافي ديك الزبده اللي فيها جمدات. هذا هو السر انك ملي كديرها في الفران يمكن لك لا تقليل حتى شي حاجه ما كتحتاج حتى شي حاجه يعني غير هكا كنتفادوا انها ما تنزلش وما تديفورماش. وبالنسبه للكريمه اختياريه يمكن الواحد يدير كريم باتيسي باتيسي اللي بغا ينكهها بالحامض صراحه كدير قشور الحامض في الاول يعني صفر بالحليب ثلاثة المعالق النشا ثلاثة المعالق السكر على النار هكا اللي كانت باتيسري كديروها جاهزة كانت راه عارف كلشي البنات عارفين كيفاش كيطلعوها مع البيض وهذا. المهم كنديرها فوق النار اللي كتثقل بغينا نديرو الحامض كنكونو ديجا درنا قشور الحامض في اللول وحيت الحامض مايمكنش نديروه حيت كيخسر الكريمة حتى الأخير كنزيد واحد نص عصير حامضة هكا كتجي منكهة بالحامض. أييه مكانش غادي نديرو كريم باتيسري عادية ديالنا بالنسبة للزين تزينا باللي بغيتو بالديسير وتعنوا بالناطاج بالمورينغ تدخلوا الفرن اللي عندك داك الشاليمو دير البوش هكا وتحط شي حاجه. افكار كثيره فعلا كيعطي اشكال زوينه. بارك الله عليك. وحتى هذيك الكريمه راه ممكن نوظفوها لبزاف ديال الاقتراحات اخرين. اييه مزيان وخاصه كي قلتي ملي كتكون مسمى بالحامض كتجي زوينه لا مع لي بينيي مع لي كريب بانكيك واخا كتجي زوينه اكيد. دابا دوزنا طبق العشلاضه ودوزنا التورطه ديال الشيز كيك. اييه باقي لنا
دقائق طبعاً اقتراح هذا. يلا تفضلي. اي على راس العين. مرحبا. بارك الله فيك. السرديس الفران ولا مشوي كيجي رائع. غادي تكون كاع الطرق ديالو كاع. غادي تشدو السرديل، انا كنشدو كنديرو فيل يعني كنحيدو ليه السلسول وكنحيدو ليه الجلده ديالو. كتبقى غير ديك الهضره. شو كادي يكون شنب. الاقتراح الاول كيجي رائع ما كيبغوش ياكل السرديل. صح. هذاك الفيلي كنشدو كنعصر عليه نص عصر حامضه، شويه العريسه كتعطي واحد المذاق زوين، كامون البزار شويه التحميره والملح، كنخليه مرقد صافي، كنديرو في الدقيق ديالو ونقلي في الزيت، كيجي بحال داك تاكلي في الصول شويه. أيه. كيجي زوين. الاقتراح الثاني هذا يمكن ديريه في الفران وديريه في الفاخر، كناخذ السرديل ديالنا كنقيو كما قلت لك فيلي هكا، بعد ما يكون تكثر باش يجينا كفته ناشفه كنطحنو في الطحانه ديال المطيشه وكندير معاه القزبر يابس، دائما انا عندي قزبر يابس زوينه كفتيات، قزبر يابس بالزيت كامل توا بالزيت، وكندير غير البزار والملح صافي مكنديرش عفريه اخر، قزبر معدن الطوق انا قلتهم لك طريين طريين، وكندير واحد تزاد الفصوص تاع التوماش كوكي تحيد ديك الزنخه ديال الشمس وكتجي سميت زوينه، وكندير الشحمه، الشحمه ديال الكلوه ولا باش كيجي طب كتجيبهم فتين فعلا ديال راه هذاك الشيء. هادو جوج شو تبارك الله عليك، هذيك الشحمه ديال الكلاوي شويه منها وعندك القزبر يابس، هادو بجوج هما اللي ما كيخليوش نهائيا تبان انه الكفته تسردي. رائع فعلا الله يعطيك الصحه. البارح درت لهم الغداء كيجي رائع تبارك الله. اييه بالنسبه للصوالح اللي رحت لك انا درتهم كويرات درتهم كويرات ودرتهم قطبان ديال العود ولا ديال اللي عندكم حديد وما عندوش فلوس العود ديرهم، انا كندير غير قطبان ديال العود كنكون في الزنقه. كدير ضروري ورق الطب تلفي غير زيت كتدير الكريات هكا يدخل قبل ما عرفتش دير غير هكا يعني تشد الكفته وكدير تشد القطبان، ما كانش كاع دير كريات تحطهم ديريكت حنا كاع الاحتمالات. اييه فعلا. اييه صافي كديري في الفران، الا كنتي غتشوي كديري الشحمه شويه تزيد على ذاك الفران حيت الشحمه الا كنتي غتشوي حيت كذوب باش يجيو طريين ما يجيوناش ناشفين. صافي هذه الطريقه ديال الفران ديالي. اييه مرافقه مع شليده ولا يعني الوليدات تعجبهم حتى الكبار كتجيهم فتيه. اييه تبارك الله عليك سكينه، كنشكرك بزاف بزاف على كل هاد الاقتراحات اللي وجدتي لنا، واكيد المستمعات غادي يكونوا استفدوا من خلال. بغيت واحد تحيه للصديقه. اييه تفضلي. ندير تحيه لصديقاتي في جروب لاله مولات الحاج قالي ديالي وديال الصديقات ديالي. اييه منهم كنتعلم ولله الحمد وشكرا. تبارك الله. الله يخليكم بعضياتكم والله يجعل محبه دائما ان شاء الله وكلها مجموعين بالخير والاستفاده ان شاء الله. تحياتنا لك سكينه ام هبه، شكرا لك بزاف على تواصلك معنا وعلى هذه الاقتراحات اللي وجدتي لكل المستمعات. ما تنساوش على انه راه دائما الحلقات راه مباشره كاينين يعني في موقع لالا بلوس بو ام ا، بحال دابا غيعقلوا غير على التواريخ ديال الحلقات، بحال دابا اليوم 18 في الشهر راه في العشيه تقريبا ابتداء من جوج الفوق راه غادي تلقاو الحلقه اللي شاركت فيها سكينه بالاضافه الاقتراحات اللي كنعطيو بالاضافه يعني النصائح اللي كيقدموا لنا سواء الخبراء اللي يكونوا حاضرين معنا او الاختصاصيين ولا الاطباء. فباش ترجعوا يعني المستمعات اللي كيسولوا على الحلقات غتلقاهم مكتوبه حلقات لالا مولاتي فين في موقع لالا بلس بو ام ا، يعني في جوجل ديروا لالا بلس بو ام ا يخرج لكم الموقع الرسمي ديالنا، غادي تقلبوا راه غادي تلقاو يعني مكتوبه حلقات لالا مولاتي، غادي توركوا عليها غادي تمشيو للحلقات، عقلوا غير على التواريخ. وكيف قلت لكم في نفس الموقع كاينه حداك لالا بلس، حداها فيها واحد النجره صغيره وحداك لالا بلس، تما الا وركتوا عليها راه غتلقاو الفيديوهات ديال المستمعات، بحال دابا المستمعات اللي كيسولوا على الاقتراحات ديال انتصار ام ريم راه غادي تلقاوهم، وفرصه انكم تدخلوا تعرفوا على القناة ديالها وعلى القنوات ديال كل المستمعات اللي تيشاركوا معنا، مشكورات يعني بالمجهودات ديالهم، يعني كيحاولوا انهم يصوروا داكشي اللي كيوجدوا في ديورهم، كيحاولوا انهم يصوروهم فيديو، فغادي تلقاوهم كذلك. اللي تيسول على الوصفات اللي مكتوبين المقادير والطريقه اللي تيسولوا عليهم راه في نفس الموقع، غير هو غادي تهزوا عينيكم شويه الفوق تلقاو اف، يعني ذاك الرمز ديال فيسبوك اف، غير غتوركوا عليه غادي يديكم مباشره الصفحة الرسمية الفيسبوك الرسمي والحقيقي ديال برنامج جلة مولاتي اللي كنحطوا فيه فقط غير المقادير والطريقة ديال الاقتراحات، ويديك تما يمكن لكم انكم في لي كومونتير تواصلوا معنا الى خاصكم اي حاجة بغيتوا اي اقتراحات اننا نضيفوهم البرنامج او لاي افكار ملاحظات تواصلوا معنا مباشرة في الصفحة ديال الفيسبوك، يعني من خلال موقع لالا بلوس بوان ام اي الا دخلتوا لي راه غتلقاو كل ما بغيتوا حداك لالا بلوس غتدخلوا غتلقاو فيديوهات مصورين فيديو
يعني المستمعات يعني الاقتراحات ديالهم في يوتيوب في القنوات ديالهم. بغيتوا الحلقات غتلقاو حلقات لالا مولاتي كارشيف عقل غير على التواريخ. بغيتوا الوصفات مكتوبه المقادير والطريقه وبغيتوا انكم تكتبوا لنا شي حاجه راه كاين دخلوا غير الاف غتلقاو اف الفوق يعني الرمز ديال الفيسبوك توركوا عليه غادي يدخلكم مباشره للصفحه الرسميه ديال الفيسبوك. مشكوره سكينه بالنسبه لهذا الاقتراح ديال السردين. تنعرفوا ان الوليدات يعني عزيز عليهم بزاف يعني انهم ياكلوا شي حاجه يفتيه بحال الكفته السردين ما تيستحملوش بزاف يا اما الا كان داك اللي تيكون كبير تيكون فيه الشوك بزاف ما تيبغيوش. والا مثلا كان مطحون كفته يعني بالنسبه للسردين كواري اللي تنديروا في الطاجين وهذا كيجي زوين يعني وحتى الوليدات كياكلوا شويه من المريقه من داك الكويرات من فليفلا بطيطه خيزو فكيجي مزيان. وبالنسبه للكويرات ديال السردين ديال الكفته راه جوج الحوايج فعلا اللي شارت لهم سكينه وبالنسبه للسيدات اللي تيتواصلوا معنا على اساس انهم كنعرفوا انه السردين فيه يعني السردين جمع السردين عنده فوائد كثيره عنده فوائد كثيره وخاصة إلا كان يعني ما مقليش فهذه الطريقة الوليدات يعني بلا ما يحتاج أننا مثلا نديروه لهم ويكون باين هكا وحدة فوق وحدة فيها مثلا شرمولة في الوسط لربما ما يبغيوهاش غير خذوا السردين وحيدوا ليه يعني خذوا غير الهبرة خليو غير القشرة ديال حيدوا قشرة السردين وحيدوا السنسول ديالو وخليو غير ديك الهبرة الحمراء ديال السردين ملي غادي تجمعوهم ملي غادي تجمعوا هذيك الهبرة الحمراء ديك الساعه ديروها في الطحانه ديال المطيشه اولا ديك الطحانه اللي كنا هضرنا عليها اللي قلنا كتسهل علينا شويه اللي كنطحنوا فيها القزبر ومعدنوس ويعني والبصله. شنو غادي نديرو غادي نديرو ديك الهبره ديال السردين بوحدها بلا شوك بلا هبره بلا يعني بلا جلده بلا ديك القشره الفوقانيه راه بسهوله كتحيد يعني ملي كنحطوا السردينه مثلا وكنحيدو كنهزو غير ديك الهبره الحمراء وما نقيسوش نهائيا الجلده وفي نفس الوقت نديروهم نزيدو عليهم واحد بصيله صغيره ونزيدو شويه القزبر معدنوس ونديرو الشرموله ديال الحوت العاديه ونديرو كيف ممكن انكم ما ديروش الشرموله ديال الحوت ديرو غير القزبر معدنوس والثومه وشويه ديال قطرات من الحامض مع بصيله صغيره مع شويه ديال الثومه وديرو الملح والقزبر يابس راه كتجي بحال كفته مشويه وديك الساعه وانتم كطحنوا غادي تزيدوا طريف ديال الشحمه ديال الكلاوي طريف شحمه كلاوي دائما يكون عندنا في الكونجيلاتور نحتفظوا به باش كل مره بحال هكا وخاصه ملي تيكون السردين ملي نتقداو مثلا يكون عندنا هذاك طريف وكل مره نقطعوه مطريفات صغيورين ونحكوه في الحكاكه نحكوه في الحكاكه باش يجينا ساهل وما يبقاش يبان للوليدات ملي كنحكوه في الحكاكه ونرميه حتى هو وديك الساعه كلشي كندورو في الطحانه كلشي كيطحن مزيان ومن الاحسن ما نديروش الطحانه ديال ان دو تخوا يعني الطحانه لانه ملي كنطحنوا خاصنا نبقاو نردوا ليها البال على اساس انه طحن شويه ونحبسوا فما بعد نوبات ما كنجيبوهاش هي هذيك وكيجينا السردين يعني بحال مطحون مزيان فمن الاحسن غير الطحانه اليدويه اولا ديك الطحانه اللي كدير 70 درهم اللي كنا هضرنا عليها هذيك المره هذيك راه مزيانه فيها داك الموس كيطحن مزيان ولا هذيك اللي كنجروها بالخيط اللي كنجروها حتى هي دابا راه متوفرين والاثمنه ديالهم في متناول 70 درهم راه مزيانه لانه غتبقى لينا على الاقل الا شدت لينا غير عام راه مزيان فملي كنطحنوا هذا الشيء كله مع داك القزبر يابس كاضافه مع داك البصله وكنطحنوا القزبر معدنوس وشويه ديال الثومه كيف قلنا وشويه ديال الحامض فقط صافي. الا بغيتوا ديروا العطريه شرموله ديال الحوت ديروا شويه الشونيه الحاره شويه ديال التحميره راه شويه ديال الكمون وكنطحنوا كل شيء مزيان. هذاك القزبر يابس كيعطيها واحد المذاق زوين كتجي بحال كفته مشويه الهبره ديال السردين حنت ما فيهش القشره نهائيا ما كتبقاش يبان كيولي كفته ما كيبقاش يبان انه سردين وزائد زائد انه ديك الشحمه ديال الكلاوي اللي حنا درنا اللي حكينا ملي كنزيدوها فاش كطيب كتولي الكفته فتيه راه حتى في الكفته ديال الدجاج خدينا الهبره ديال الدجاج مثلا وبغينا نقطعوها طريفات صغيورين وبغينا نطحنوها من الاحسن ما نجيبوهاش مصايبه نجيبوها في الدار ان دو تخوا نطحنوها مزيان الكفته غير بوحدها طحن مع شويه ديال المعدنوس بصيله شويه ديال الثومه ونزيدوا لها شويه ديال الشحمه ديال الكلاوي وكنطحنوا مزيان. نفس الطريقه الكفته ما كتجي فتيه ما كتجيش يعني ما كتجيش ناشفه ما كتجيش ناشفه لانه بعد نوبات الكفته الا ما نزدناش ليها الشحمه ديال الكلاوي اولا ما درناش ليها شي حاجه يعني فيها الدهون فكتولي بحال الجيكس يعني كتولي الداخل ديالها بحال محشف فمن الاحسن ديروا هذه القضيه لا سواء في الكفته ديال السردين ولا في الكفته
يعني ديال الدجاج. اما بالنسبه للكفته العاديه فاكيد كتكون يعني فيها يعني شحمه فما كيحتاج. فبالنسبه للسان طير فعلا يعني السان طير شلي ده كيجي زوين، وان شاء الله باذن الله مع الاسبوع المقبل ريتما انه ان شاء الله الحاجة وليدك كي دابا كتوجد العرس ديال ولدها الله يكمل عليهم بالخير ان شاء الله، لانه هي تبارك الله عليها متميزه في واحد المقبل بغينا نقولوا، ولا يعني هو ما فيه زبيب بلسان الطير كيجي زوين بزاف وراقي لا في التقديم ديالو ولا في البنه ديالو. وان شاء الله يعني كنت يعني في بالي ان شاء الله دوز معنا الحاجة وليدك كي وتعطي هذا الاقتراح ديال السانطير، لانه كيجي غزال بزاف والسانطير ما كنستعملوش بزاف، كنا عطينا الشوربه في رمضان كاين بعض المستمعات تبارك الله اللي كيستعملوه، هو حتى هو زوين بزاف وكنغيروا منه لا في يعني في شليدات لا في هذا الاقتراح ان شاء الله نعطي لكم مع حاجه تريد كاكي، ولا بحال هكا شليده اولاد بالاضافه شوربه ديال السانطير بالكفته اللي كنا قدمنا. وان شاء الله نعاود نذكروا دابا مع هذا الجو بارد كنحتاجوا حويجات اللي هما يعني كيدفيو. إذن مستمعنا غادي نمشيو مباشرة باش نتعرفوا على شكون المستمعة المحظوظة اللي الاقتراح ديالها تختار على أنه تشارك به من خلال البرنامج، فرصة أنكم تستفدوا من هذه الاقتراحات اللي كنقدموا لكم من هذه الشيوات المتنوعة اللي كيبعثوا لنا بها المستمعات واللي كناخذوهم في اتصال هاتفي باش يقدموا هذه الاقتراحات باش تفيدكم، ومن جهة أخرى فكيربحوا معنا هدايا مميزة جدا. فالمستمعة المحظوظة معنا اليوم هي فاطمة أجناو. ألو فاطمة. ألو السلام عليكم. لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس. كلشي مزيان؟ الحمد لله بخير. إذا غادي ناخذوا من عند فاطمة أجناو مشكورة جدا الاقتراح ديال الملاوي معمرين، تفضلي. المقادير كنحتاجو واحد 500 غرام ديال الفرس. إيه. كنديرو يا إما 500 غرام ديال الفرس 250 غرام ديال الفينو، المهم على حسب الأفراد وعلى حسب الواحد. مقياسك ديال الفرس الدوبل ديالو المهم نصو فينو. إيه. كديري شويه ديال الملحه وشويه ديال الخماره ايديال شويه صافي، وكتجمعي بالماء اي بطريقه العاديه ديال الروبيني، المهم كتجمعي عادي مسمن عادي كتعجني عادي وكتخليه يرتاح، هو باش مرتاح باش ما كيكون زوين فعلا هذاك الشيء اللي بغيت نقول لك، لانه تبارك الله من الصوره كيبان بحال مدلوك يعني مدلوك مزيان كيبان انه غير عجني هو نتايج ديري في شي بلاستيك ولا في شي سوبيره خليه يترخف على خاطره تديري جوج كويرات كتشدي الكرة الأولى كتسرحيها مزيان إيه وكتشدي وكتدهنيها بالخليط ديال الزبدة والزيت، ولكن الزبدة كتكون غالبة الزبدة غالبة على الزيت واخا كتدهنيها مزيان وهذا وترشيه بالفينو مخلط مع خمارة كترشيه عاوتاني مزيان حتى هو تبدا عاوتاني كديري فوق هذيك الكرة، هاد الكرة غير كدلكيها واحد شوية الكرة الأولى فهمتيني؟ كتبسطيها شويه غير كتبسطيها شويه كديرها تقرصيها شويه كترشيها بالفينو وكترشيها عاوتاني ديك الكره الثانيه غير كتبسطيها شويه كديرها فوق الكره الثانيه اييه واخا فهمت عاد كدلكي عاوتاني مزيان مره مزيان كدلكيها فوق بوطاجي مزيان كدلكيها مزيان عاد تديري العماره العماره هذه عاوتاني صايبها قبل كديري فيها جوج البصله والربيع والزيت كتشحريهم مزيان كديري العطريه الملح البزار حركم شويه ديال التحميره اييه ايوا الفلافل عاوتاني كديريهم فلفله حمراء وخضره عاوتاني هذوك يكونوا رقاق اييه كتقطعيهم وكديريهم وكندير فيهم انا شويه ديال الشحمه هذه باش كيجيو زوين اييه شويه ديال الشحمه ما كنكثر شويه كنديرو فيهم اييه تلقيك البنه ديال اليد بغيتي ديري الكفته ديريها اللي عجبك ديري ولكن هذه الشحمه شويه تيجي فيها زوين اييه تشحري هذا الشيء كامل حتى كتشحري وخليه يبرد وبسطي فوق هذيك المسمنه اللي قلنا لك هانتي تتبسطي بالنسبه للطريقه ديالك ملي كديري كتخليها رغيفه كبيره لانه تتكون رغيفه جوج كواري حيت ديما قسمناها درنا جوج كرات اييه فهمتي الكره الاولى بسطناها ودرنا فوقها الزبده والفينو اييه ودرنا فوق فوقها الكره الثانيه وبسطي بمره اييه كديرها كبير كدير واحد سميتها كبيره كتحليها كتبسطيها مزيان اييه تكرصيها مزيان عاد كديري العماره ديال الحشوه اييه ولويها لويها كامل تيجي حريبل طويل اييه تقسمي عاوتاني بالموس كل واحد 4 سنتيم هكا قسمي بالموس قطعي كل 4 سنتيم قطعي وكتشدي داك الاول اللي قطعتي غتحلي الاخر ديالو كيبقى داك الحاشيه الاخر فعلا تحليها كتبصيها شويه باش شويه يخرج لك شويه من الجناب باش تغطي بهم ديك الجنيبات باش ما يخرجش الحشوه باش ما تخرجش الحشوه تجينا بملويه
اييه وكتبركي عليها كل ملويه أيه. تضغطي عليها كتقرصها كاملين كاملين وقرصيهم شويه ضغطي عليهم شويه وطيبيهم في المقله راه تيجي هادو طيبين في المقله لانه ما مقرمشينش ماشي في الفران فعلا باينين اي أيه. المقله كطيبيهم راه في المقله كترشي غير شويه الزويته هكا كطيبهم في المقله من جوج جوايع راه تجي دغيا تتصاوب دغيا وفعلا وبهذه الطريقه ديال الحريب الطويل وكنقطعوه على شكل ملاوي يعني كيجينا ساهل ما كنتحشنوش بزاف فعلا تدلكي بمره واحده أيه. ماشي كل حاجه كتقرصيها بوحده فعلا اييه فهمتي وكتجي حتى هذيك كره فوق كره لا في المسمن ولا في الملوي كتجي طريقه سهله كتقرصيهم عجينه لا والو كدير غير كره فوق كره وكتدلكي ما كتقطع لا عجينه لا والو وكتدلكي بمره مادام انت كتقرصي الاولى وتقرصي عاوتاني الثانيه فعلا اييه لا بصح غير كره فوق كره وتدلكي بمره الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك وف تبارك الله عليك يعني ديال شي برادة يعني جاو دلوكين وغزالي الله يعطيك الصحة بصحتك تبارك الله عليك فاطمة أقناو تبارك الله عليك لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعه وكتحضر معنا الدكتوره صابرين الشوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه وفي الحميه الصحيه اهلا بك دكتوره صابرين اهلا بك سناء اهلا بمدغاجو اهلا بالمستمعين الكرام الله يبارك فيك غادي نكملوا في موضوعنا حول يعني السمنه عند الاطفال تكلمنا على السمنه تكلم عرفنا اسباب عرفنا بزاف ديال الاعراض وغادي نكملوا يعني في في, في الاغذيه المناسبه بالنسبه للاطفال على اننا نساعدهم باش ينقصوا من الوزن ديالهم باش انهم يبقاوش يعانيوا من السمنه قبل بالنسبه لربما يعني المستمعات والمستمعين عاد التحقوا بنا وعاد سمعوا يعني موضوعنا حول السمنه عند الاطفال نديروا واحد التذكير حول السمنه الوغ كيف ما قلنا لا ديرنيغ فوا السمنه بدات كتاخذ واحد الاهميه اللي هي تري امبورطونت ديرنيغمون علاش لان المعدلات ديالها ارتفعت يعني على حسب الاحصائيات الاخرين فاكثر من 45 مليون طفل على الصعيد العالمي كيعاني من مشكل السمنه الوغ الاسباب ديال السمنه متعدده فيها اضطرابات هرمونيه فيها مشاكل جينيه يعني حكم الوراثه فيها عوامل اجتماعيه واقتصاديه بحكم انه ولاو وفرت لي فاست فود لي جانك فود وسهوله الوجبات السريعه كاين بعض المرات لا ديفيرتيفيكاسيون اليمونتير بريكوس يعني الامهات اللي كيدخلوا الاكل واحد الوقت اللي هو مبكر بالنسبه للاطفال ابتداء من 4 شهور الوغ كو نورمالمون لا نورمال سي ابارتير دو 6 mois كاين عدم ممارسه الرياضه كاين وسيل ادمان على الحاسوب على لي لابتوب على لي زايباد يعني الولادات ما بقاوش كيتحركوا بحال هادي كاين اوسي ضغوط نفسيه يعني الوليدات اللي عندهم دي ديفيكولتي سكولير ولا عندهم مشاكل اسريه دونك بالنسبه لهم كيمشيو كيلقاو ان ريفوج ولا كيتخباو في هذاك الاكل كيوليو كتولي عندهم اون توندونس بوليميك باش كينسيو دوك المشاكل النفسيه ديالهم واحد النوع من الادمان على الاكل هادو بعجاله يعني حاولنا نذكروا بالاسباب الوغ والاسباب هي كثيره وكتحتاج لا فامي الوالدين كتحتاج واحد العنايه واحد الاهتمام باسكو الحل سي اون ادوكاسيون نوتريسيونيل يعني هناك خاص واحد فوا انستالي ولا انستوري واحد لا كولتور واحد الثقافه ديال التغذيه عند الوليدات وعند الوالدين وعند الوالدين بالتحديد فوالا فعلا يعني تكون عندنا ثقافه غذائيه وخاصه يعني الوالدين هما اللي غادي يوصلوها لوليداتهم ماشي العكس بالنسبه وحنا كنتكلموا اليوم عن السمنه عند الاطفال شنو هما يعني النصائح العامه اللي ممكن انك تقدميها لجميع الوالدين وخاصه الامهات باش يساعدوا الاطفال ديالهم الحد ولا النقصان من الوزن الوغ انا كنبغي نذكر واحد كيكو شوز كي تري امبورطون سي كو الخلايا الدهنيه في الصغر كيتزاد العدد ديالها والحجم ديالها قبل من البلوغ ملي كيبلغ الوليد ولا البنيته ما كيبقاش يتزاد العدد ديالها كيتزادها الحجم يعني اما كتنفخ اما كتفش داكشي علاش كنقولوا بان لو كابيتال غريسو اللي غاني افون لا بوبيرتي يعني الراس المال ديال الخلايا الدهنيه الحقيقي هو الذي يكتسب قبل البلوغ يعني العدد سي الطفوله اللي كتحكم فيه يعني الوليد ولا البنيته اللي عندها سمنه قبل البلوغ اكيد واحد 99% بان غتعاني من السمنه اناج ادولت لان العدد بحال قلتي كيتحد في البلوغ دونك الوليد اللي ما ضعفش في الصغر اللي ما غلطش بلوتو في الصغر ديالو ما يمكنش يغلط في الكبر ديالو دونك الا عرفوا بان هذيك السمنه اللي كيخليوها الوليدات ديالهم كيتمادوا فيها قبل البلوغ هي اللي غتاثر عليهم في حياتهم كلها فهما غيقدروا يتخذوا الاجراءات اللازمه باش يحدوا منها في الوقت المناسب
Et aussi, بغيت نذكر الاباء بان السمنه هي عباره عن تكاثر خلايا دهنيه. وديك الخلايا الدهنيه كاين واحد الابحاث اللي كتثبت بانها كتنقص من المردود ديال الخلايا الدهنيه. دونك خصنا نعقلوا على العلاقه بين الدهن والدهن. على قد ما كثر الدهن قد ما كينقص الدهن. سافيدير كوا؟ سافيدير كو الوليد اللي كيعاني من السمنه وكثرت عنده الدهون فهناك تاثير على الخلايا الدماغيه اللي هي خلايا دهنيه. صافي ديال غينقص المردود ديال سكولير ديالو، غينقص التركيز ديالو، التركيز غيولي واحد النوع من السهو من ولي بحال الخمول. افكتيمون ماشي غير في الجسم، حتى في الفكر ديالو يعني في العقل ديالو. الوغ الى عقلوا بعلاقه الدهن بالدهن سافا فريمون اميليغو لي شوز. حاجه اخرى سيكو الجسم عندنا فيه طول وعرض. الوغ ملي كتزاد الضغط على منطقه البطن، ملي كيطرى تطبل البطن صافي ديال الكريشه كتخرج، شنو كيطرى للوليدات؟ كيطرى تقوس العمود الفقري. دونك ان ريسك اكرو دو سكوليوز. ملي كيطرى تقوس العمود الفقري كينقص عندنا الطول. داكشي علاش الوليدات اللي كيكونوا عندهم كريشه خارجه ولا اللي كيكونوا شويه سمان فهما كيتحرموا من 15% حتى 25% من الطول الطبيعي ديالهم. حيت اوتوماتيكمون تطبل البطن تقوس العمود الفقري. فوالا ديالهم عندهم. فوالا والعرض كيسحب من الطول. دونك خصنا ضروري نراعيو هاد القضيه باش كومسا الوليدات ما نحرموهمش من ديك 15-25% ديال الطول باش ما يكبروش هما ناقصين في الطول. دونك خصهم داك الكريشه تدخل لبلاصتها وندير لهم واحد الحميه، واحد لو ريجيم اليمونتير يكون صحي يكون متوازن باش ما نحرموهمش من داك الطول ديالهم. واللي مع المده غادي يستنسوا به ملي كيشوفوا الاسره كامله يعني كتاكل اكل صحي. وي. فيعني كاين الوليدات تيتبعوا يعني هذا اي بوغ باش اوسي بوغ نو با اوبليي سيغتين زاستوس. يعني مثلا خصنا نقولوا الوالدين بان خصهم يربيو وليداتهم على الاكل ببطء، لان لو ميساج ديال الشبع كيوصل بعد 20 دقيقه. سافي دير خص 20 مينوت والوليد جالس كياكل على الاقل. كيفاش غنتوصلوا بان الوليد غيجلس في الطبله مده 20 مينوت؟ خصنا نعلموه بعدا كيفاش يمضغ كومون ماشي. وخصنا نعلموه اوسي كيفيه امتصاص اللقمه. يعني خصو يمضغ اللقمه وخصو يمص ولا نحاولوا نعلموه لا كولتور ديال امتصاص ديك الدغيمه اللي كياكل قبل ما يبلعها. اوتر شوز تصغير اللقمه. الوغ حنا في لا كولتور ماروكان ديالنا كاين الوغ كاين اداب الاكل. صافي دير كنعلمو وليداتنا ياكلوا بثلاثه صبيعات. يعني الا بغاو يغمسوا في الطاجين خصهم ثلاثه صبيعات. علاش ديك ثلاثه صبيعات؟ ديك ثلاثه صبيعات باش الا يشدوا واحد اللقمه اللي هي صغيوره واحد الدغيمه اللي هي صغيوره. الوغ هادي فيها حكمه، سي با جوست اون كولتور زعما دو طابل ولا اداب المائده. هادي فيها حكمه. علاش؟ لان اللقمه الكبيره كتوسع لي كوندوي. الوغ قد ما الوليدات كياكلوا الضغمه كبيره قد ما كتوسع لي كوندوي. الوغ البلعوم كيفما كتوسعوا. بحال مثلا الوليدات اللي مزولين الحلاقم في الصغر كتلقاي بان داك البلعوم ديالهم فهو موسع. دونك الا زولنا لهم الحلاقم ولا ولفوا ياكلوا الضغمه كبيره فاوتوماتيكمون غيولفوا حياتهم كلها خصهم دو غروس بورسيون الماكله كثيره. دونك الا التزمنا غير بالاداب ديال المائده ديالنا والاكل ديالنا غادي يساعد ان ديك الدغيمه خاص يكون تخاد بثلاثه صبعات. ثلاثه صبعان تكون دغمه صغيره في لاطاي ديالها ديال ثلاثه صبعان. يعني باش تكون لاطاي ديالها تكون صغيره وغادي مضغوب شويه ويضغوا مزيان ويخلصوا الاكل ديالهم باش يستافدوا من الاملاح المعدنيه ومن الفيتامينات عباش غيبلعوه. اوتر شوز ما نتناولوش مواد سكريه قبل من الوجبه. علاش؟ لان اي حاجه فيها السكر ولا الحلاوه هي كتحفز العصارات الهضمية وبالتالي كترفع الشهيه. دونك الواحد كتحلو الشهيه قبل من الماكله. دونك ملي كتحط الوجبه ما كيبقاش يركز لا في الاكل البطيء ولا في المضغ ولا في المص ولا في اللقمه الصغيره. هادو امور يعني ممكن انه الوالدين يحاولوا يقوموا بها باش يساعدوا وليداتهم اللي عندهم السمنه مثلا. افكتيمون. الوغ اوتر شوز نشجعوهم على الاسلوب الصحي وعلى المجهود البدني. يعني مثلا واخا عندنا لاسانسور في الدار نحاولوا نطلعوا الدروش باش الوليدات يتعلموا شنو هي لاكتيفيتي فيزيك. اوسي نحاولوا نمشيوهم شويه. سافو دير الا كان الوليد ولا بنيته كيعاني من السمنه فنحطوه شويه بعيد على المدرسه ولا بعيد على البيت ونطلبوا منه يتمشى بعض الخطوات. وبيان سور نقيدوه بوغ فيغ دو سبور، لان لو سبور اللي في المدرسه فهو ما كافيش. دونك ضروري ما نقيدوه
باش في اون سال دو سبور باش يدير الرياضه، ولا نحاولوا نخرجوه الويكاند باش يتحرك شويه، خاصه يعني ديك الرياضه الجماعيه اللي تيكونوا فيها الوليدات كيدير مجهود كبير. ايوا كتكون محفزه وكيكون يعني كيتمتع، ما كيحس انه حنت زايد في الوزن ديالو بحال عنده عقوبه خصو ولا بدا ينقص الوزن ديالو، كيحس انه كيتمتع مع صحابو يعني كيلعب سواء كره باسكت فولي يعني اي حاجه ولا سباحه. Effectivement. Alors aussi, une privilégiée où les aliments brûlent graisse. Je n'ai pas les aliments brûlent graisse. Huma le نوع الطعام اللي كيحرق السعرات أكثر مما يحتوي عليه. Ça veut dire quoi? يعني الحمضيات اللي فيهم الفيتامين سي هي كتحفز واحد الحمض أميني اللي كيسرع الميتابوليزم اللي كيسرع الأيض. Donc نعطيو لوليداتنا beaucoup de vitamine C لأن الفيتامين سي غتعاونهم باش تحرق السعرات الحرارية الزايدة. الفيتامين سي بيان سور الناس كلهم دابا ولاو كيعرفوا بان كاينه في الحوامض كاينه في لي زاغروم. الوغ التفاح، التفاح اوسي كيشجع على امتصاص الماء في الطعام وكينقص من منطقه البطن ولا منطقه الكرش. دونك عصير ديال التفاح مع الماء فهو جد مفيد، ولا التفاح محكوك في الماء ولا كاريمون نعطيهم ياكلوا واحد جوج تفاحات في النهار. الوغ الكالسيوم، الكالسيوم كيعزز فقدان الوزن حتى هو كيرفع لينا الميتابوليزم، داكشي علاش حنا كنانسيستيو على ثلاثه الحصص باغ جوغ ديال الكالسيوم تكون حاضره يعني في الوجبات ديالهم. على المكسرات والفواكه الجافه فهي هي كترفع من الحرق وكتعطينا احساس بالشبع لانها هي غنيه بالفيتامين او، لان الوليدات ما خصهمش يحسوا بالجوع، قد ما الوليد يحس بالجوع قد ما غيبغي ياكل كثر. دونك حنا خصنا ديما نحاولوا ان لي غوتي ديالو لو سناك ديال الصباح ولا ديال العشيه يكون غاساسيون يعني غيشبعوا. دونك مثلا اون بواني دو فروي سيك اللي خدا الويزات ولا كريكات من بعد يفا با سو جوتي سور لو بول اليمونتير. autre chose كاين لا فامي دي كروسيفير، يعني اي حاجه فيها الملفوف البروكولي الشوفلور كتعطي واحد الاحساس بالشبع. كاين البروتينات لانها كتحتاج على الطاقه كثيره باش تهضم، دونك داك لو ستيك اللي غنعطيوه ولا لي بروشات اللي غنعطيوه فهما يفون لو كالي، دونك غيكاليو له شويه الشهيه دونك ما غيجوعش رابيدمون. كاين اوسي البيض لانه غني بالفيتامين بي 12 دونك كيساعد على حرق الدهون. كاين زيوت الاسماك اللي كترفع معدل الحرق، دونك الا بغينا حميه صحيه غيوسي خصنا نعطيو للوليدات السمك بكثره الانواع ديالو سورتو الاسماك الدهنيه. كاين العدس، الوغ العدس كيضبط سكر الدم هو والقطاني بصفه عامه. علاش؟ لان القطاني كتعطي احساس بالشبع كتنظم السكر ديال الدم وكترفع من المناعه، باسكو كي دي سمنه دي نقص في المناعه. يعني الناس غيلاحظوا بان جميع لي بيرسون اللي عندهم سمنه فهما كيكونوا تري فراجيل، كيكونوا تري سنسيبل. علاش؟ لان السمنه كتعطي رفع لانفلاماسيون في لو كور، وملي كيطرا ارتفاع لانفلاماسيون يعني ارتفاع لا بروستاغلاندين وماده لوكوتريين الجسم ما كيبقاش قادر على مقاومه لي زانفيكسيون. يعني مثلا الشخص التسمين غتلقاه كيتروح بزاف واخا كياخذ الدواء ما كيبراش بواحد السهوله، دونك الا جاو الحلاقم كيجيو شويه مجهدين، لا فرانجيت حتى هي كتجي شويه مجهده، بخلاف الوليدات اللي كيكونوا نورمو ولا اللي كيكونوا نحاف. دونك السمنه في حد ذاتها كتنقص من المناعه. دونك حنا خصنا نحاولوا نعززوا المناعه باش غنعززوها بهاد زيوت الاسماك بالقطاني وبمضادات الاكسده. لو سمحتي دكتوره، بغينا وحنا كنتكلموا اليوم على السمنه عند الاطفال خاصه بالنسبه للجانب ديال الاصابه ببعض الامراض اللي بالسمنه باش كيقدروا مثلا يجيو عند الاطفال بحال دابا مثلا مرض السكري، كنعرفوا لانه عنده اسباب كثيره كاين وراثيه غير وراثيه، من بينها مثلا السمنه، من بينها مثلا سوء استخدام يعني الاطفال لبعض المأكولات مثلا ولا المواد الغذائيه، وكنعرفوا انهم كيعوضوا كل ما هو سكري كيمشيو يعني سكريات يعني اللي فيها سعرات يعني حراريه مرتفعه يعني ما فيهاش يعني حتى اي يعني فيتامينات ولا فائده، ولا مثلا كيف ما قلتي حدا مثلا الا خداو مثلا شي حاجه اللي هي حلوه واللي هي ماشي حلاوه طبيعيه وكيستانسوا بها، لانه كنشوفوا وليدات اللي كيقدر ياخذ لك مثلا يعني باكيه ديال الشوكولات كامله ياكلها بلا ما يتقاسمها مع اي واحد وتياكلها، فإلا تعود على هذاك القدر مثلا ولا ديك الكميه بشكل يومي مثلا راه اكيد انه غيتصاب بالسكري في سن صغيره. طبعا كيف ما قلنا لا دانيير فوا في الحلقه السابقه قلنا بان مضاعفات السمنه كثيره على راسها ديابيت تيب 2. كاين اوسي سندروم ميتابوليك يعني ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع التريغليسيريد، ارتفاع الدهون. كاين ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول. كاين اوسي مشاكل تنفسيه يعني الوليدات كيبقاو يطلعوا في الدروج كتجيهم واحد النوع من النهجه. كاين اضطرابات النوم يعني الوليدات اللي كيكونوا اسمان ففي الليل كيتخنقوا، دونك كاين لو ريسك ديال لابني دو سومي كيبداو يشخروا باكثر. علاش؟ لان كاين ضغط على منطقه الرقبه سورتو عند لي غارسون، لان ملي كيطرى لهم سمنه كيديروا سكون ابل لو دوبل مونطون
دونك ملي كيكون ضغط على منطقه الرقبه فبدير كاين مشكل في التنفس يقدروا يتخنقوا لنا بالليل. عند البنيتات كاين البلوغ المبكر لان السمنه ولا ماتيغ غاس كتحفز الاستروجين والاستروجين كيحفزوا البلوغ المبكر ولا كيديروا لنا لي زوبيكا لي زوبيكا اللي هضرنا عليهم تكيس الماء بين واللي تقدر كيف قلتي في 9 سنين مثلا تجي هاد الدوره الشهريه افكتيفمون لان عندها منطقه البطن كتكون تري امبورطون دونك لي استروجين كيكونوا كثار دونك كيحفزوا لنا داك البلوغ المبكر داكو. الوغ كاين اوسي مشاكل نفسيه ان الوليدات كيعانيو من العنف ديال نظره الاخر لانهما يسمان دونك كيحسوا بواحد النوع من الظلم دونك باش كيديفونديو راسهم ولا باش يدافعوا على راسهم فهما كيديروا ان سيغتان كاغاباس دونك شنو كيديروا كيوليو اغريسيف يعني بلاصه ما يجاوب الاخر لانه كيشوف فيه واحد النظره اللي هي ناقصه حيت هو سمين دونك كيحاول باش يكون عنيف باش يولوا كيخافوا منه. كاين اوسي اضطرابات سلوكيه وتعليميه على سبيل المثال كما قلنا قبيله الخمول الكسل النسيان السهو وبيان سور هادشي كله كيؤدي للاكتئاب كيؤدي لواحد النوع من لا ديبريم ولا لا ديبرسيون. كاين اوسي مشاكل في العظام داك الثقل اللي كينزل على الركابي فكيدير لنا واحد المشكل ديال تاكل الغضاريف دونك الوليدات كيكبروا بمشكل في الركيبات ديالهم ولا في مشاكل العظام. واخا هادو كلهم يعني نصائح عامه سلوكات اللي يعني صراحه خاص الوالدين يلتزموا بها باش يساعدوا وليداتهم الحد من السمنه المفرطه او الزياده في الوزن. قبل ما نتوقفوا مع فاصل نبغي اننا نتكلموا على شنو هما الحويجات او اللي بغينا نقولوا دي كوب فان ولا قاطع الشهيه اللي ماشي غادي ياخذوهم من الفارماسي ماشي يعني يكونوا طبيعيين واللي نكونوا يعني غادي نطبقوهم يعني في امثله لو سمحتي باش المستمعات الامهات يفهموا معنا كيفاش انه ديك الوجبه تكون مثلا اللي غادي تخلي الولد انه يشبع ولكن هو واكل يعني الجوده والكميه. داكو الو اولا ما كاينينش ديكو فان في لا فارماسي يعني بالنسبه للاطفال باسكو الادويه جميع الادويه ممنوعه بالنسبه للاطفال علاش لانهما في واحد الفتره ديال النمو دونك اي حاجه عطيناها لهم غتحبس النمو واي حاجه عطيناها لهم سي غدير اضطراب في الهرمونات دونك بحال قلتي غنكونوا فيهم امراض مبكره دونك ما كنعطيوهمش ادويه. اوتر شوز خصنا نبتعدوا على استخدام طريقه المكافاه او العقاب بالطعام يعني مثلا لي مامون ما خصهاش تقول لولدها الماكله ما تدخلهاش في المكافاه او العقاب يعني الى مثلا سي تو ريفيز دي لوسون غنعطيك الشوكولا ولا درتي لي بيتيز ما غنعطيكش لو شوكولا لا سا نيكزيست با يعني المكافاه او العقاب ماشي بالاكل فو با مونيي. الوغ اوتر شوز لي كوب فان ناتوريل الوغ نقدروا مثلا نعطيو الوليدات تفاحه قبل من الاكل نقدروا نعطيهم خيار الوغ دي كونكومبر محكوك وي الوغ اما مع الماء مع شويه ديال الزعتر والحامض داكوغ ولا مع لبن يعني ان بتي فيغ دو لبن داكوغ وفي قلب منه خيار محكوك ولا رايب في قلب منه خيار محكوك. الوغ لا كومبينيزون ديال الكالسيوم مع الخيار ولا مع التفاح اي اون كومبينيزون كي مارش تري بيان سافو دير التفاح ولا الخيار زائد اما رايب اما لبن اما يايوغت هذا قبل وجبه الاكل. الوغ سينو التفاح مطبوخ مع القرفه القرفه اي ان اكسيلون كوب فان يعني نولفوا لي زانفون اون كومبوت دو بوم اما اون كومبوت دو بوم مع القرفه ولا كاريمون تفاح اون ترانش فوق منه شويه ديال لاكانيل. كاين اوسي الوغ لي القرفه مزيانه اللي سيت ان اكسيلون كوب فان. الوغ كاين اوسي الذره البوب كورن ا كونديسيون ما يكونش مالح ما يكونش فيه الحلاوه كاين اللي كيدير بالفليه كيدير فيها سكر وي نو لا خاص يكون ان بوب كورن كي يعني سكر نوتر فوالا ولا الكبال كيف ما بغينا مي مهم الذره الوغ الذره ايت ان اكسيلون كوب فان. كاين اوسي دي روسيت اللي كيديروا بالذره يعني مثلا نقبطوا الذره ونقدروا نحمروها شويه ولا نحمصوها وكنديروا فيها اما بودره ديال الثوم باسكو الثوم حتى هو كيديروا الاسيويين والهنود يعني بزاف كتجي جديده في الصراحه فوالا وان كان هما كيديروا فيها مثلا الزبده ممكن اننا حنا نتفاداو مثلا اي دهون وي الوغ جوست الذره مع البودره ديال الثوم لان الثوم سيت ان اونتي باكتيريان وسيت ان كوب فان ناتوريل وكيرفع من المناعه وكيحتوي على واحد الماده اللي هي جد مهمه اللي هي ماده لاليسين
دونك نقدروا نعطيهم يعني في زليفه هذاك الذره مع مع الثوم مثلا فوالا ولا مع ام تي بو دو بابريكا لان تاع البابريكا فهي حارقه فهي حارقه الدهون كي نسمو مثلا مع النوس ولا دابا باش يجي الوليد مثلا لذيذه هو تياكلها هذا غنستعملوه لايك يعني ابيتايزر بحال يساعد يعني يساعد يفتح المق كمقبل مثلا اللي غادي يفتح لهم الشهيه افكتيفمون ولكن على الاقل غادي يفتح لهم الشهيه ولكن بطريقه اللي هي صحيحه وصحيه مي غيفتح لهم الشهيه لواحد الحد يعني اون ميم طون غيفتح لهم الشهيه باش ياكلوا مي دوزيامون سي ان كوب فاناتوريل صافي دير كو ما غيحلش ديك الشهيه على الغروب الاليمنت ما غتكونش شراها فوالا سي سا كاين اوسي لافوان يعني مثلا الخرطال الخرطال كي اكسيلون مع الحليب يعني ديما لا كومبينيزون ديال الخرطال مع مشتق حليب الكالسيوم لان الكالسيوم فهو ان كوب فاناتوريل و لي فلوكون دافوان فهما سي ان كوب فاناتوريل كاين اوتر شوز اللي دابا ولا سور اللي هو كان متوفر في اوروب ودابا ولا سور مارشي ماروكان اللي هما لي غرين دو شيا الوغ لي غرين دو شيا هما واحد الزريعه اللي هي غنيه بالكالسيوم بالاوميغا 3 بالبروتينات بالالياف وبالفيتامين بي 9 لافونتاج ديال هاد لي غران دو شيا سي كو ملي كدار مع الحليب فهي كتنفخ كت لو فوليوم ديالها كيتزاد فوا 2 ولا فوا 3 وما فيهاش قيمه حراريه مرتفعه دونك الوليد ملي كياكل لي غران دو شيا مع الحليب فا اوتوماتيكمون سي ان كوب فان كي تري افيكاس مي دابا راه ولات متوفره سور لي مارشي الوغ هذا بالنسبه لي كوب فان كيف ما قلت التفاح الذره الخيار مع مشتق مع مشتقات الحليب الوغ الشوفان ولي غران دو شيا واخا اذا مستمعنا اكيد مازال مواصلين رفقه الدكتوره صابرين الشيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه نتعرفوا على كل تساؤلاتكم الطبيه وفرصه اننا نكملوا موضوعنا حول السمنه عند الاطفال غادي نتعرفوا معها من بعد الفاصل على الفطور المثالي وكذلك وجبه الغداء والغوتي المثالي المناسبين اشنو خاص يكون فيهم بالنسبه للوليدات تفاديا للسمنه أو زيادة في الوزن عند الأطفال. إذن دائما رفقة الدكتورة صابرين الشيوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية وفي الحمية الصحية وغادي نمشيو مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية دائما على 0522 88 00 60 61 62. مستمعة عاد بعثت لي بالاس ام اس كتسول بالنسبة للحويجات اللي كتعطي لوليداتها هو خيزو مع القرفة والليمون وشوية ديال الخس وتياكلوه بزاف غير هي وليداتها هما شوية زايدين في الوزن وهي غتبع هاد النصائح كيف ما شارت غير هي كتسول هذا يعني شنو تصنفوا كمقبل ولا خاصها تعطيه لهم كديسير ولا يعني لأن وليداتها زايدين في الوزن شوية لا ألو هذا كمقبل خيزو الليمون القرفة والخس كيف ما قلت كوب فان لا فيتامين سي داكور القرفة سي ان اكسلون كوب فان الخس كيعطي واحد الاحساس بالشبع وسي لي كاروت الخيزو فيه لا فيتامين سي الوغ تزيد عليه الخيار ولا مره دير الليمون مره دير السيترون اييه فجوست الوغ خصنا نعرفوا بان الخلايا الدهنيه فهما عندهم واحد الذاكره جد قويه دونك انا كان انسيستي كنقول للناس ديما لالتيرنونس ديما نبدلو ديما نغيرو يعني ما نخليوش يتعود على حاجه وحده باسكو هو هاد المقبل اللي عطاتهم يقدر يفونكسيوني بوندون اون سيمين دو سيمين تخوا سيمين من بعد الخلايا الدهنيه غديفلوبي واحد المقاومه دونك خصنا ديما نبدلو مي سيت مقبل كي اكسيلون واخا غادي ناخذ اول مكالمه معنا لطيفه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لطيفه مرحبا بارك الله فيك اختي كيدايري الحمد لله الله يبارك فيك مرحبا كنشكركم على هذا البرنامج احنا ديما متابعينكم حنا المدمنين على هذا البرنامج بالخير شكرا مرحبا لطيفه الله يخليكم خير نخرج على الموضوع ديالي انا عندها 4 سنين و7 شهور ولكن عندها النحافه بزاف ضعيفه يعني ناقصه شويه في الصوف وي وعندها في الوزن ديالها كتزيد 15 كيلو 12 كيلو داكور عندها 4 سنين و7 شهور بغيت نسول الدكتوره بغيت نعرف شنو هي الاغذيه اللي غادي نعطيها واش نتو حيت هي كتاكل كلشي كتاكل الفواكه اسمحي لي حيت مرتبك كتسوي كتاكل عندها الشهيه يعني كتبغي ماشي كترفض الماكله ولا لا الحمد لله كتاكل ولكن كنحس بها الوزن ديالها ما كيتزاد واش كتنعس مزيان الحمد لله كتنعس داكو
واخا تفقطي معنا وسمعي يعني الجواب ديال الدكتوره ونجاوبك ان شاء الله. الوغ بالنسبه لبنيتها اللي عندها 4 و 7 مو كتوزن 12 كيلو نورمالمون المينيموم المينيموم اللي خصها توزن سي 15 كيلو اونت 15 و 16 كيلو صافي دير كو ناقصه بين 3 حتى 4 كيلو. الوغ بالنسبه للنحافه اولا كنبداو بتحاليل قبل ما كنصنفوها واش فعلا نحافه جينيه يعني بحكم الولاده ولا عضويه. الوغ بالنسبه لي دير لها تحاليل ديال فقر الدم ديال خزان الحديد وديال الغده الدرقيه وتعاود تصل بينا وانا كنوعده بان ان شاء الله نبرمجوا حلقه النحافه. واخا كيف قلتي تمشي يعني عند طبيب خاص بالاطفال ويعني وطلب تحاليل باش فقر الدم والغده الدرقيه والخزان ديال الحديد. واخا معنا سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كدير اختي سناء؟ الحمد لله الله يبارك فيك يا سعاد مرحبا. والله نهار كبير هذا يهضر معكم بكم بارك الله فيك شكرا مرحبا. ربي يخليك اختي. السؤال ديالي للدكتوره. انا عندي جوج شميميات بنات تبارك الله عندهم 7 سنين وي من تولدوا كانوا غلاب صحتهم مزيانه حتى وصلوا 4 سنين من 4 سنين لهنا ضعافوا بزاف داك. مع العلم انهم تياكلوا كل شيء من الفواكه من الخضر من السمك من اي حاجه يفطروا مزيان يتغداو مزيان ويتعشوا مزيان. وانا شكيت ودرت لهم كاع التحاليل فقر الدم كي قال الدكتوره ديال الحديد وكل شيء ما عندهم حتى شي حاجه ولكن ضعاف لدرجه كثيره العظام تيبان لهم في صدرهم داك الشيء ما عرفتش علاش. الو درتي لهم تحاليل ديال الدم خرجوا نورمال؟ داكور. الو في المرحله السابقه ان شاء الله دير لهم التحاليل ديال لي سيل يعني ديال الخروج عزك الله داكور. تا هما درتو لهم دكتور نورمال مؤخرا. الو قلبتي على الو اكزامان بارازيتولوجيك لا كوبروكولتور كلشي كلشي عندهم مزيان ولا ريشيرش ديال جرثومه الحلزونيه ليكوباكتير بيلوري درتيها حتى هي؟ لا هذه لا. داكور. لان عند الوليدات الصغار ملي ما كنلقاوش مشكل عضوي فحنا كنفتشوا على مشكل الامتصاص. داكور. اول يعني جرثومه عندنا في المغرب اللي هي انكريميني في مشكل الامتصاص هي الجرثومه الحلزونيه ليكوباكتير بيلوري لاش بي. من بين الاعراض ديالها تاع النحافه مفرطه سورتو كو تحاليلهم مزيانين الوغ لو فات كو تحاليلهم يعني حيدنا فقر الدم حيدنا مشكل الغده الدرقيه حيدنا مشكل لي بارازيتوز طفيليات قالتلك التحاليل ديال السال العاديه خرج مزيان فوالا غتبقى لنا على ليكوباكتير بيلوري. يعني ترجع كذلك عند الطبيب ويعني تقول يعني بغات تحاليل باش تشوف الحلزونيه باسكو هي اللي بقات لها باش افكتيمون نحطوا له دياغنوستيك. واخا معنا مكالمه اخرى غادي ناخذوا معنا سناء. جميله من الحاجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا سناء كيداتي؟ الحمد لله الله يبارك فيك مرحبا جميله. بارك الله فيك. غير خصني بغيت نسول الدكتور. ايه تفضلي. عندي جوج ديال الاسئله. السؤال الاول كيخص بنتي عندها 5 سنين كتاكل زعما سميتو يا شويه عامره شويه وكتاكل مزيان ولكن المشكل اللي كاين انها كتسهر بزاف وداك الشيء كياثر لها الصباح منين كنداكل الروض ولا كنلقى مشكل انها مع الصباح ما كتبغيش تقرا ما كتبغيش حد الاساسيه ديالها زعما كيتشكاو. داكور. والمشكل الثاني عندي البنت اختها عندها 12 عام ولكن بلغت لي من العام الفايت. وي بلغت في 11 عام. 11 عام وهي الاخت الصغيره ديالها كتاكل كل شيء زعما ما كنلقاش مشكل. الكبيبره بزاف ديال الحاجه ما كتاكلهاش وحتى الوزن ديالها شويه رقيقه على اختها. داكو. زعما واش ديك بغيت نسول زعما واش ديك التغذيه انها بشحال من حاجه ما كتاكلهاش واش هي السبب انها بلغات بكري؟ بالنسبه لي دابا في هذا الوقت 11 سنه ماشي بكري. ماشي بكري. باسكو دابا كنشوفوا بنيتات كيبلغوا في 9 سنين. صافي دوك دابا 11 سنه بالعكس نورمال يعني ما خصكش تخاف عليها. غير هي واش الصور ديالها وداك الشيء زعما مزيان الحمد لله. داكور. هي الماكله ما كتاكلش بشحال من حاجه ما كتاكلهاش. غير هي واش الدوره الشهريه كتجيها كل شهر بانتظام؟ كتجيها كل شهر بانتظام زعما مقابلها وداك الشيء زعما بانتظام مزيان. خصك تردي البلاء من حاجه وحده سكو في هذا السن ملي كتجي الدوره الشهريه في 11 سنه كتكون مصاحبه بزاف بفقر الدم. داكور. وسورتو هي ما معاوناكش لو فات ما كتاكلش كل شيء. دوك خاصنا وي ما بقيناش كنسمعوا مزيان. جميله معاك صافي تفضلي لانه عاودي الا سمحتي لانه ما بقيناش كنسمعوك مزيان. قلت لك سميتو الخضره كتاكل لي بطاطا في الخضر كامله كتاكل من غير بطاطا كتاكل. داكور. الحوت ما كتاكلوش الحوت الخضراء القطاني ما كتاكلهمش. لا ما يمكنش داكشي اللي بحال دابا هي كيعجبوها لي بات بزاف بيتزا لي كيغاطان داكشي الحلو لي كيك داكشي زعما اللي كيعجبها بزاف.
الوغ نحاولوا ندخلوا الاكل اللي الصحي في في هذا الشيء اللي كتبغي. مثلا نحاولوا نديروا لي بات بالحوت داكوغ، نحاولوا نديروا بيتزا اوطون حيت على قبل فقر الدم هي محتاجه الاسماك الغرا لي بواسون غرا، يعني الطون السردين لو سومون. دونك نحاولوا نخدموا بهذا الشيء، نديروا دي غراتان دو بات وفروي دو مير، فهمتيني؟ يعني خصك تحاولي تدخلي ليها الاكل الصحي مي بواحد الطريقه اللي تكون شويه ذكيه. بارك الله فيك. لي غراتان تياكلوهم الوليدات حيت ايام مع الفرماج. مثلا هي كتبغي بطاطا، مثلا كتبغي بطاطا نديروا اون بوري دو بوم دو تيغ، مي نحكوا فيها مثلا القريعه خيزو شامبينيون فري مثلا البروكلي. ايه فعلا غير حاولي ان شاء الله ومن خلال البرنامج نعطيو بحال هاد الافكار. الوغ بالنسبه للبنيته اللي كتسهر ما كتنعش مزيان، الوغ نعطيوها واحد لو سيغو، كاين واحد لو سيغو ديال الاطفال انا للاسف ما نقدرش نقول لك السميه ديالو، مي هو مصوب فيه الكالسيوم والمغنيسيوم. داكوغ، فيه الكالسيوم والمغنيسيوم والمغنيسيوم وي. الوغ نعطيوها معلقه عندها خمس سنين، نعطيوها معلقه الصباح ومعلقه في هذا. الا بغات تسول عليه مثلا السيرو ديالاش كي يهدن شنو كاين؟ الوغ هو فيه الكالسيوم والمغنيسيوم، هو كيصلح لصحة العظام والمناعة، وأون ميم طون كيهدن شوية ويخليها يعني شوية تكون فايقة أكثر الصباح. ولكن خصها تحاول تنظم ليها الوقت ديال النعاس. فعلا لأنه دابا الوالدين هما اللي خصهم يديروا واحد النظام في هما اللي كيصوبوا يعني ما غاديش يخليوا الدراري الصغار اللي هو ما بغاش تنعس صافي راه ما غاديش تنعس، ما بغاتش ليا تنعس، يعني هذه ما كيتقبلهاش العقل إلا كانت الأم، لأنه بعد نوبات كيحتاج الصرامه. يعني في التربيه راه كاينه الصرامه يعني ما كدر ما والو، بالعكس يعني كتكون هذيك الصرامه في الوقت ديالها في المحل ديالها، لان وليدات الصغار ما تعرفوش مصلحتهم. افكتيمون، وكاين واحد النوع من الصرامه اللي نقدروا نديروها وحنا نكونوا مثال، يعني مثلا غنقولوا لبنيتها نعس مع تسعود حتى حنا خصنا نعسوا مع تسعود، كلشي طفي الضو طفي التلفازه، ماشي لبنيتها غنقول لها نعس الوغ كو التلفازه كتسمعها من صالون خدامه. واخا نرجعوا لموضوعنا حول السمنه عند الاطفال، لو سمحتي بالنسبه للفطور المثالي اولا شنو خص يكون في الفطور بالنسبه للاطفال اللي عندهم وزن زائد وباش نبقاو محافظين لهم على الاقل الى نقصوا شويه نثبتوا لهم هذاك الوزن. داكوغ، الوغ نورمالمون احسن فطور هو الفطور اللي كيكون عنده اون توندونس سالي، يعني اللي كيكون مالح اللي ما كيكونش حلو. علاش؟ باسكو ديك الحلاوه ولو سوك غابيد اللي كيكون في الفطور هو كيطلع لي الانسولين، دونك ملي كيطلع لي الانسولين كثر ليا اون هيبوغليسيمي مع 10 ل 11 النهار، دونك السكر كيعاود يهبط كينزل مع 10 ل 11 النهار. داكشي علاش احسن فطور فهو الفطور المالح، يعني مثلا الانجليش بريكفاست في انجلترا فالفطور ديالهم هو البينز والاكس يعني البيض واللوبيا الحمراء واللحم المقدد، يعني سي وجبه اللي هي كامله. الوغ اوسي في الهند مثلا كيتناولوا دي كريب ديال لي لونتي نوار، يعني كريب ديال العدس معمره بالحمص وبالبصله فوالا بلي ليغوم ميجوتي. الوغ الى رجعنا للمناطق العربيه الفطور ديالنا ما فيش للاسف مثلا حويجات مالحين بزاف. الوغ رجعنا للمناطق العربيه مثلا في الشام ولا في مصر فالفطور ديالهم هو الفلافل الطعميه الفول بالحمص فوالا افكتيمون ديروا بصله خضريه فوالا. دونك هذا يعني انا عطيت امثله باش نقول بان هادو هما احسن الامثله ديال الفطور. داكوغ، الوغ حنا الفطور ديالنا المغربي الى ايتي ان تي بو اوكسيدونتاليزي، يعني شويه دخلت عليه اون توندونس غربيه. داكوغ، الوغ كو نورمالمون فحنا نقدروا مثلا نفطروا وليداتنا بالتشيشه، يعني حسوه ديال الزرع داكوغ ديال الشعير ديال القمح كذلك. الوغ كاين هربل افكتيمون، الوغ حسوه ديال الخرطال، كاين اوسي واحد الحاجه اللي كانوا كيديروها لي كغون ميغ ديالنا اللي هي العصيده ديال لا سمول ديال السميده اللي كتكون بالحليب وكتكون فيها شويه ديال الفاني وكرموا فيها شويه ديال الزبيب. الوغ بيان سور ناحيه الصالي ما عندناش اختيار من غير البيض لي زومليت من غير البيض. البيض بالخليع الي اكسيلون. الوغ انا بالنسبه لي الدهون ديالو افكتيمون نزولوا الدهون ديالو يعني ونخليه واحد ونتاكدوا من لا كاليتي ديال الخليع، مثلا الخليع لي تري بيان، يعني واحد المره حتى لجوج في الاسبوع. الوغ اما اومليت بالخليع، اما اومليت ليغوم بخضره، اما اومليت شامبينيون، اما اومليت بلي فلوكون دافوان. الوغ الاومليت بلي فلوكون دافوان اللي اكسيلون على قبل لو ميوسك العضل، سورتو الوليدات اللي كنحسوا بهم ما عندهمش عضل. مثلا كنديروا كنكثروا البيض ديال البيض، داكوغ، كنديروا ثلاثه ديال البيض ديال البيض مع صفر بيضه وحده وكنخلطوهم مع لي فلوكون دافوان اون في اومليت. يعني مثلا كاع الناس اللي كيديروا لا ميسكولاسيون فهما هاد الاومليت وفلوكون دافوان شهيره وما كيعرفوها.
Alors نقدروا نديروا aussi alors des crêpes يعني les crêpes ولا des pancakes mais ما نصوبوهمش بلا فارين بلانش نصيبوهم اما بلافوان اما بسارازين اللي هو واحد الطحين كي تري سبيسيال داكور alors نديروا معاهم البيغ دو كاكاوات يعني البينات باتر زبدة الفستق فوالا alors le beurre de cacahuète il est excellent فهو غني بالكالسيوم بالحديد بالفيتامينات من المجموعه باء وحنا لي كاكاوات متوفرين في المغرب دونك السيده تقدر تصيبهم في الدار هاد الزبده ديال الفستق alors نقدروا نصوبوا دي مافين يعني دي انواع الكيك اييه فوالا دي كاب كيك فوالا بلافوان بلي فروي روج alors هاد لا كومبينيزون ديال الخرطال ولي فروي روج اللي اكسيلونت سينون ديال بوم كانيل ديال التفاح وديال القرفه alors نقدروا نصوبوا بالنسبه للوليدات اللي هما مدمنين على كونفليكس نقدروا نصوبوا ان كونفليكس ميزون يعني مثلا نشدوا رقائق الخرطال ونزيدوا عليهم المشمش اليابس نزيدوا عليهم الزبيب نزيدوا عليهم واحد نص موزه داكور ونعطيهم لوليداتنا يتناولوهم صافي دير كو حنا اللي غنصوبوا لهم لو كونفليكس ما غنشروش كونفليكس اللي فيه مواد واحد البانكيك اللي هو ما فيهش لا طحين يعني كيخلطوا غير مثلا البنان مع البيض وكيديروا شويه ديال القرفه شويه ديال الفاني وكيديروا هكا على شكل فطائر كيجي زوين ممكن يديروا عسل الحر مثلا من الفوق افيكتيمون يعني توسكي عسل الحر توسكي كونفيتور ميزون يعني سورتو كو دابا حنايا في لا سيزون ديال الصفرجل وديال الكرموس فوالا alors la confiture ديال لي كوين ولا ديال لي فيغ اللي excellent pour la santé alors بالنسبه للفواكه اما نديروا ان جو دو فروي ولا نديروا دي بروشيت دو فروي يعني نديروا دي بروشيت نقطعوا فيهم طريفات ديال يعني الفروي. حتى ديك الملوحه اللي كنقلبوا عليها في الفطور خصها تكون جايه من حويجات اللي هما طبيعيين يعني ما كنتكلموش على الكاشي ما كنتكلموش على اللانشون كنتكلموا على البيض كنتكلموا على البيض دو كاكاوات اللي هو فيه واحد النوع ديال الملوحه كنتكلموا على الحسوه ولا العصيده اللي كتكون هي مالحه ديك الساعه نزيدوا شويه ديال الخيار الا بغينا مثلا الا ولفوا الوليدات يعني في الفطور ديالهم مثلا الوغ كندوي وسي على واحد الفرماج يعني نحاولوا نصوبوا واحد الفرماج اللي هو سميتو اللبنه اللي اكسيلون يعني كاينين دي روسيت اللي نقدروا نصيبوا بهم الفرماج باللبن ديالنا والحليب راه السيدات كيعرفوا بان الجبن كنصيبوه باللبن وبالحليب باش نوصلوا ديك لا تيكستور ديال اللبنه فحنا غنزيدوا عليه زيت العود وغنقطعوا فيه فوالا غنقطعوا فيه الخيار غنقطعوا فيه البصله الخضريه ولا طوماط طريفات صغار ملي غيتميلونجا مع لو فرماج فالوليدات ما غيحسوش بدوك لي ليغوم اللي مقطعين ياك ونحاولوا نعطيوه لهم الصباح باش يغمسوه يبعدوا من لافينوازغي المخبوزات يعني كاع داكشي يعني كرواسان الوغ انا بالنسبه لي سي باني يعني سي ستريكتومون انتيردي اي حاجه فيها الحلويات اي حاجه فيها لي كرواسون لافينوازغي المواد الحافظه غلوتامات الصوديوم كما دوينا في الحلقه السابقه مي كنشجعهم مثلا على الماكولات المغربيه مثلا حرشه ديال الذره اللي اكسيلونت بغرير بالقمح مثلا سورتو يعني مثلا البغرير سورتو كيجي يعني مزيون الى عمرناه مثلا بالقمح ولكن الا درنا فيه اللوز مهرمش ودرنا فيه الانواع كوكو وتب هذه اللبنه راه يجي مزيان يعني راه فعلا الا بغاو يجي بالمانيير كي سالي سينو نعمروه لهم باللوز مهرمش وبالانواع كوكو الوليدات فهما كي هذا هو انواع ديال الفطور يعني متنوع ومتكامل في نفس الوقت يعني خاص الام بشكل يومي تختار كل مره باش تختار وليداتها لالتيرنونس كان انسيستي مثلا عطيناهم اليوم كريب الغد اللي نعطيهم دي بانكيك ابري مثلا ما تعودوش على حاجه باغ اكزومبل الحرشه كاين الحرشه ديال الذره كاين الحرشه ديال الشعير وسي وكيدير دابا حرشات مالحين بالزيت مثلا والزعتر بالفرماج فوالا ديالو يعني تبارك الله كاين انواع ديال الفطور بحال دابا غنفطروا بهذا الشيء متنوع شنو هما الحاجه اللي نقدروا نعطيو الوليدات اللي تيفطروا في الدار شنو يديو معاهم يعني في ديك كولاسون مثلا مع ديك ال11 مثلا ولا الوغ اما نديروا لهم في ان بوتيت بواط دي فروي مقطعين اما دي فروي فري ولا دي فروي ساك فواكه جافه ولا انا كتعجبني الالتيرناتيف ديال لي فروي دي هيدراتي يعني دابا ولا الاناناس وكيوي والمانغ ولا ميبسي مشفافين فوالا فوالا هذوك الوليدات كيعجبهم يديهم فيه شويه ديال الحلاوه افيكتيفمون الوغ كاين اوسي لي باغ سيريالي الوغ نصوبوا لهم لي باغ سيريالي كيعطيو الطاقه اللي كيعطيو الطاقه في البيت الوغ لي باغ سيريالي كيتصيبوا اما بلوغي سوفلي وديك الساعه كنديروا معاه مثلا الفواكه مجففه باش كنجمعوه ولا كاريمون كنصيبوه مثلا كاينه اون غوسيت اللي هي مشهوره بلي فولكون دافوان بالفواكه الجافه بالشوكولا بلي غرين دو شيا وبلا لا بات دو دات بالعجين ديال التمر كنجمعوا لي باغ لي باغ سيريالي بالعجين ديال عجين ديال التمر يعني هادو حويجات اللي ممكن يديو معاهم هكا في وي الوغ كاين اوسي ان بودينغ فيجيتال اللي مصايب من لي غرين دو شيا من اي حليب فيجيتال وندير معاه دي فروي او دوسو
الوغ نديرهم لهم في اون بيتي دوات وديهم معاهم. كاين اوسي دي غاليت اللي مصايبين من لي فروي سيك ومن الكينوا. انا كنشجع الوليدات الصغار بزاف باش يتناولوا الكينوا لانه هو غني جدا بالاحماض الامينيه وغني بالفيتامينات. دخلت بزاف الماكولات الاسيويه واللي بصراحه عرفوا المغربيات كيفاش يوظفوها هكا باسكو الكينوا هو واحد النوع من القمح مي كيصلح بوغ باش كنصوبوا به لي غاليت نصوبوا به لي انرجي بولز نصوبوا به لي بار سيريالي. كاين اوسي الحمص ولا الفول الوغ مسلوق ونديروا فيه التوابل يعني العطريه ما خصهم يكونوا مصوبين في الدار داكور ونعطيه لوليداتنا كوم ان سناك. احسن سناك هو اما الحمص اما الفول يعني بحال هذاك طيبوها لي كانوا كناكلو شحال يعني في السوق مثلا الحمص لا ديفيرونس ديك هذاك اللي كناكلو اللي يقدروا ياكلوا في السوق بعض المرات كتكون فيه ماده الصودا لا الا مصايب في الدار تهضروا على حاجه مصايبه في الدار الفول والحمص يعني مزيان بديك الطريقه ديال الكمون افيكتيمون بالكمون وبابريكا فوالا والثومه قلنا المارش تري بيان كوم ان كوفان اللي غيديو معاهم واخا الا سمحتي دكتور للاسف ما بقاشنا الوقت الا بغينا نتكلموا على الكوتي مثلا على العموم شنو خصو يكون فيه مثلا بالنسبه للاطفال الوغ الكوتي خصو يكون فيه دي فروي كيف ما قلت يكون فيه اما مشتقات الحليب يعني البيتي سويس دي بيتي سويس ان فروماج بلون داكور الوغ يكون فيه دو شوكولا نوار حنا كنعرفوا بان كل 100 غرام ديال الشكلاط فيها 112 ملي غرام ديال المغنيسيوم داكشي علاش انا كنبغي الامهات يبتكروا واحد لي غوسيت مثلا دوك لي بارسي غيالي ولا لي زينيرجي بولز شنو فيهم فيهم هاد الفواكه الجافه وكنجمعوهم بلو شوكولا ولا كنجمعوهم بالتمر دونك كنحاول نحط فيهم جميع المكونات ساشان كو لو غوتي اما فروي اما شوكولا اما مشتقات حليب دونك الا حاولنا نجمعوهم كلهم فهي زعما سي اون غوسيت كي اكسيلونت بور لي زانفون. واخا تبارك الله عليك دكتوره صابرين الشيوي شكرا لك بزاف على كل هاد النصائح اللي قدمتي لنا اليوم في موضوعنا حول السمنه عند الاطفال. دكتوره صابرين الشيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه وفي الحميه الصحيه. شكرا لكم مستمعينا لوفائكم البرنامج لالا مولاتي لكم تحيات وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج لمياء البكري وصابر فوندا في البرمجه الموسيقيه سميحه الشوبي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.